مع انطلاقة الدورة الأولمبية الآسيوية 15 في ديسمبر عام 2006 شغلت العاصمة القطرية الدوحة العالم وتردد اسمها في كافة بقاع الأرض. لقد كان ذلك انعكاساً أخاذاً لمدينة جميلة مفعمة بالنشاط نابضة بالحياة خرجت من الصحراء لتصبح جزءاً من المعادلة العالمية، تسابق الزمن وتلفت أنظار العالم وتشعل خياله، فأصبحت قبلة للزوار الذين توافدوا ليصبحوا جزءاً من ذلك الحدث الرياضي العالمي. ولأن طموحات الإنجاز ليس لها سقف أو حدود، سنقف اليوم على ملامح حدث جديد في عالم تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات. اليوم تتيح حدائق الدوحة والكورنيش وواجهاتها البحرية بيئة مفعمة بالراحة والجمال يأنس لها المواطنون والسياح لأداء أعمالهم أو الترفيه عن أنفسهم. ورغم أن جمال الحدائق لا يدع مجالاً للعزوف عن زيارتها، إلا أن سبباً آخر وجيهاً سيدعو الناس للانطلاق والبقاء في رحابها لينعموا بخدماتها ليل النهار. تكشف قطر عن خطة طموحة هي الأولى من نوعها في المنطقة لتحويل حدائقها العامة إلى حدائق مجهزة بالإنترنت اللاسلكي لتصبح حدائق إنترنت وفق تعبير العصر. أرميلة وشرة ودحل الحمام ستكون أولى حدائق الإنترنت. هذه الحدائق ستعمل وفق تقنية الواي فاي اللاسلكية لتتيح لكل شخص في قطر أو زائر لها الوصول إلى شبكة الإنترنت مجاناً وفي أي وقت. إن هذه الحدائق المزودة بخدمة الإنترنت الفائق السرعة البرود باند ستمكن الجميع من التواصل بالإنترنت خارج منازلهم أو أعمالهم دون قيود. وسيكون الفضاء في تلك الحدائق الثلاث مشحوناً بموجات لاسلكية تتيح للناس استخدام الإنترنت السريع في كل الأوقات بينما يجلسون باسترخاء على العشب أو مقاعد الحديقة. ما أجمل أن تكون متصلاً بالإنترنت وأنت على الكورنيش أو تتنزه في الحديقة ومن دون أبنية ولا كابلات أو أسلاك ونقاط تقوية أو أزرار كهرباء. السكان من كافة الأعمار ومختلف الاهتمامات يمكنهم التجول افتراضياً عبر العالم والتعلم من دون توقف والقيام بأعمالهم أثناء التجوال. يسعى المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لربط الجميع في قطر بالتكنولوجيا التي تثري حياتهم وبالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والزراعة وبالشراكة مع القطاع الخاص يداً بيد لتخطيط وتطوير حدائق الإنترنت. معاً سنتابع الأنظمة يومياً وعلى مدار الساعة لتزويد عملائنا بالمساندة والدعم التقني الفوري ليبحروا بسلاسة في فضاء المعلومات. وهذا يعني أن عدداً أكبر من الناس سيستمتعون بحدائقنا الرائعة واستخدام هذه الأماكن الهادئة بطريقة أكثر شمولاً. الانفتاح على عوالم الإنترنت الحديثة والتواصل المعلوماتي المتزايد وربط المزيد من المشتركين المستخدمين سيدعم نمو قطاع المعلوماتية والاتصالات في قطر بقوة وازدهار. هذا التوجه هو الأحدث في سلسلة جهود الحكومة الرامية لتطوير قطر كاقتصاد يرتكز على المعرفة. وعلى خطى هذا الازدهار فإن تأسيس سلطة مركز قطر للمال سيجعل من قطر قاعدة للخدمات المالية ذات المستويات العالمية بمشروعات مستقبلية تقدر تكلفتها ب 130 مليار دولار. وقامت قطر بتأسيس مدن خاصة لتعزيز تطورها نحو اقتصاد المعرفة، فأقامت المدينة التعليمية شراكات مع معاهد أكاديمية مرموقة مثل جامعة كارنيجي ميلون وكلية طب ويل كورنيل وتكساس A&M وجامعة جورج تاون. وفي عام 2004 تم تأسيس واحة تكنولوجيا العلوم كنقطة جذب لشركات التكنولوجيا وتهيئة بنية تشجيع المبدعين وأصحاب الابتكارات من أصحاب المشاريع. وفي العام 2006 أنشئت المدينة الرياضية بالتزامن مع استضافة الدورة الأولمبية الآسيوية 15 لتكون قبلة للرياضيين من كل دول العالم. تعتمد نهضة الشعوب الحديثة على توفر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتطورة
وتطمح قطر أن تكون في مقدمة الدول المستفيدة من تقنية المعلومات. إن مبادرة حدائق الإنترنت ستوفر نقاط التوصيل اللاسلكية في مواقع عامة لتحفيز بيئة عمل جذابة وتطوير سوق مالي تنافسي. وعند أخذ مستوى التطور الحاصل في قطاع المعلوماتية والاتصالات، يمكننا التطلع نحو صناعة تحمل الكثير من التشويق لتعيد ابتكار نفسها وفتح أسواق جديدة وتعظيم عوائدها. المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر يعمل على تنمية هذا القطاع عبر ربط السكان والأعمال بالتكنولوجيا التي تثري حياة الأفراد وتقود التنمية الاقتصادية وتربط كل بيت بالعالم. إننا لم نعتمد الاستثمار التقليدي العالي التكلفة لإنترنت البرودباند، بل اعتمدنا على التكنولوجيا اللاسلكية الأرخص والأكثر تطوراً، واستلهمنا في ذلك تجارب دول مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وسنغافورة وكوريا، ونتطلع للوصول إلى مستوى هذه الدول في التقدم التكنولوجي بحلول العام 2015. إن سعي المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدؤوب تقوده رؤية تتمحور حول اليوم الذي سيتمكن فيه جميع سكان قطر من استخدام الإنترنت لاسلكياً وبحرية كنمط حياة وخدمة عامة يتمتع بها الجميع. إنه البساط السحري الذي سيأخذ قطر إلى مصاف دول العالم المتقدمة.